الآن نحتاج إلى تعويض المقاعد البرلمانية، وتعويض المقاعد البرلمانية يحتاج إلى مصادقة المحكمة الاتحادية وتنفيذ القسم، ومن ثم الشروع بمفاوضات جديدة جدية. اليوم هنالك وفد لربما من إقليم كردستان قادم إلى بغداد. هذا الوفد يتضمن 3 شخصيات، أعتقد أنه هذه الشخصيات سوف تقوم بإجراء محاورات ومفاوضات مع الأخوة في الإطار التنسيقي بالخروج بآلية أو صورة لشكل العملية السياسية. هذه الأمور الجارية الآن، لا يوجد هنالك حراك جدي حقيقي، لا زالت الأمور تنتظر تعويض البرلمانيين الذين غادروا العملية السياسية وغادروا رقبة البرلمان.